وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن وفخامة نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس. أعرب سموه فيها عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية الوثيقة والراسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 120 عاما، وحرص البحرين على مواصلة التعاون الثنائي المشترك على مختلف المستويات بما يعزز العلاقات الاستراتيجية. كما أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق دوام النمو والتقدم.